من المواضيع المحيرة جداً لما حد يبقى بيحب بنت ذات شاب يعني وعايز يصاحبها عشان هو مخلص ليها وخايف تضيع منه حد تاني يتجوزها كأنه عايز يحجزها فنيته شريفة، النية شريفة لكن هيلجأ لفعل غلط لأن اتفقنا أن الصحبية والخروج والقعدة ومسك الأيدين اللي هو الصحبية اللي كلنا عارفينها دي ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش عنها بس أنا خايف لان لو ما ربطتش قلبها بقلبي حد تاني يجي يخطفها مني وانا بحبها اقول لك يا صاحبي الحائر الجواز رزق وفلسفة الرزق في الإسلام مبنية على الاعتقاد إن الرزق مكتوب ودوري السعي ليه في حدود المباح والمتاح ودور الشيطان أيها الحائر إنه يبدأ يزقك ويخوفك عشان تلجأ للحصول على رزق الله بمعصية الله فتسأل بين يديه يوم وتجيب لنفسك الشؤم والضنك في الدنيا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم سبحانه وتعالى. اذا النهارده الله بيوعدك انك انت لو اجتهدت هيفتح عليك لانه واسع والشيطان بيخوفك من المستقبل والقرار عندك تلجأ لرزق الله بمعصيته ولا تعمل زي سيدنا النبي يوم ما ربنا قال له فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أعرض عن هذا الشيطان اللي مخوفك من مستقبل مش بإيديك، بإيد ربك اللي أنت ممكن تعصيه عشان تاخد الرزق ده. وهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للحائرين طبطب عليهم وقال لهم ربنا هيمدك لو طلبت الجواز بالطاعة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: "ثلاثة حق على الله أن يعينهم" المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد الأداء اللي عليه ديون وكاتب على نفسه ورقه يريد الأداء والناكح يريد العفاف اللي عايز يتجوز وعمال يحوش فخلي الموضوع ده فيه وعد غير ملزم يعني ايه؟ يعني لو انتوا النهارده متعلقين ببعض سيبها على الله بلاش التقارب بتاع الصحوبيه وقول لها يا بنت الناس لما ربنا يكرمني هاجي وانا بأحلك من اي وعد لان انت ممكن يجي في مستقبلك في طريقك انسان يبقى احسن مني الف مره بس انا مركز ان انا ان شاء الله باذن الله هجيلك قريب لما ابقى جاهز بالشيء اللي يكرمني قدام اهلك ويبقى المينيمم يعني اللي يقبلوه وده بيسموه كده ايه وعد الناس الناضجين وربنا يهدي وياخد بايدينا واتمنى النهارده لان موضوع الصحوبيه ده موضوع غزا اغلب البيوت اتمنى اكون قدمت خلاصه فيها اجابه لاسئله الحائرين وتفكير الحائرين ويا رب يعيننا ان احنا نمشي في طريق يبقى راضي عنه